السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم بريوش مطفور ومحشي بالشوكولا. هذه الوصفة جد سهلة، وبتنين بيض تحصلت على هاد زوج قطع تاع بريوش حجم عملاق. بالنسبة للعجينة، تقدروا تستعملوا أي عجينة بريوش ناشفة عندكم. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. هنا في اناء الخلاط غادي نوضعوا 250 مللي مزيج ماء وحليب، راه اكثر من دافي، ما يعادل بالتقريب كوب. هذا الكوب الذي يزيد 250 مللي نتاع ماء. غادي نضيفوا لهم خميره الخبز او الخميره الفوريه 20 غرام او زوج ملاعق كبار. نضيف ايضا السكر 125 غرام، ما يعادل بالتقريب نصف كوب. نضيف ايضا سكر فانيلا ملعقة صغيرة أو كيس واحد، تقدروا تزيدوا على حساب التركيز نتاعها. غادي نخلطوا هاد المكونات قليلا، من بعد غادي نضيفوا تنين بيض. نضيف أيضا الزيت 100 مليلتر أو نصف كوب بالتقريب. غادي نضيفوا أيضا قشور الليمون أو عطر الليمون. هاد القشور الليمون اللي صنعت بهم مركز الليمون، من صفيته هادو تبقاو لي نخلوهم على جهة، تقدروا تحضروا به هاد الوصفة. غادي نخلطوا هنا شويه، من بعد غادي نضيف كميه قليله تاع فارينة. هنايا راني وازنه بالتقريب 600 غرام، يعني في هذه الوصفه استعملت 600 غرام تاع فارينة او دقيق ابيض. هنا بعد ما اضفت كميه قليله تاع فارينة، غادي نزيدوا فوقها ملعقه صغيره تاع ملح او 10 غرامات، مع ملعقه صغيره او كيس واحد تاع خميره الحلوى. من بعد نخلطوا هنايا شويه، وتزيدوا ايضا الخل ربع ملعقه صغيره. الخل هو كمحسن ويحسن لكم مليح العجينه. من بعد غادي نقعدوا نزيدوا الفارينه او الدقيق الابيض ونجمعوا العجينه، والعجينه غادي نتحصلوا عليها في الاخير تكون طريه، ماشي صلبه بزاف وماشي تتلاصق. ما لازمش تخلوها تتلاصق مثل لابريوش العاديه، لاننا في هذا التشكيل اللي غادي نستعملوه اليوم، لو كان تخلوها تتلاصق غادي يغبلكم شويه. من بعد هنايا شوفوا العجينه غادي ندلكوها اما باليد، اليوم دلكتها فقط باليد، ولا تستعملوا العجان الا كان عندكم حاضر وتقعد تتلاصق لكم، هي عادي لكنها راها متماسكه. من بعد غادي تجمعوها وغادي نعدلوها جيدا، نوضعوا شويه فرينه باش تساعدكم في عمليه التشكيل. كما راكم تلاحظوا، شوفوا كيفاش راها، ما راهاش طريه بزاف. غادي نعدلوها وغادي نقسموها الى 6 حصص، يعني غادي نحضروا زوج نتاع بريوش مطفورين، وفي كل بريوش فيها 3 قطع. من بعد هنايا القطع تاع العجينه غادي نكوروهم ونعدلوهم مليح، باش من بعد في التشكيل تتحصلوا على قطع متقايصه. بعد ما تكوروهم كامل لازم تغطوهم وتخلوهم يرتاحوا واحد 5 دقائق باش العجينه تطلق روحها، ومن بعد تساعدكم في التشكيل. هادو هما القوالب اللي غادي نوضح فيهم لابريوش، يعني القالب نتاع الكيك. راني دهنته بالزيت ووضحت له الفرينه باش ما تلصقليش البريوش. ومادا بكم الا كان عندكم حاضر ورق الطهي، تقدروا تغلفوه بورق الطهي. من بعد غادي ناخذ 3 قطع وغادي نعطيهم الشكل تاع حربوش صغير كما راكم تلاحظوا في الاول، من بعد نحولوهم الى حربوش يكون طويل بالتقريب 61 سنتيمتر، يعني على حساب القوالب اللي عندكم. نفس الشيء بالنسبه للكره الثانيه ثم الثالثه، ولازم هذا الحربوش يكون عندهم نفس الطول، يعني 3 يكون عندهم نفس الطول. بالنسبه للقوالب اللي استعملتهم الطول تاعهم 35 سنتيمتر. بالنسبه للبريوش الاولى هذه هي ما حشيتهاش بالشوكولا، يعني خليت العجينه عاديه. هنا غادي نضفروهم، غادي هنا تلاقوهم في الاعلى وتلصقوهم باش هكاك الطفيره تساعدكم. من بعد تقعدوا تضفروا عادي كما راكم تلاحظوا في الصوره، وفي الاخير تعاودوا تقرصوا مليح هذوك 3 قطع باش يتلاصقوا لكم مليح، وعدلوها في الجهه الاخرى. وهذه هي الطفيره هنايا في الجوانب، دخلوها من الاسفل باش هكا يكون عندها نفس السمك. وغادي من بعد توضعوها في القالب وتخلوها حتى يتضاعف حجمها في هذا القالب. بالنسبه للبريوش التاليه هي اللي قمنا بحشوها بالشوكولا، نفس الشيء كما عملنا في البريوش الاولى. هذوك 3 قطع تاع عجينه غادي نحولوهم الى حربوش عندهم نفس الطول. من بعد هنا بواسطه قطعه خشب اسطوانيه
عملت فتحه في الطول نتاع الحربوش وراني نملاه بالشوكولا. وهنايا الشوكولا تقدروا تستعملوا اي نوعيه نتوما تحبوها، غادي تعمروا جميع هذاك الفراغ، بعد تغلقوا مليح على الشوكولا، ما لازمش هكا تكون تبان باش من بعدها في الفرن ما تخرج لكمش بالعجينه وتلصق لكم في القالب. هنا غادي نعدلوها جيدا، بعد كوروها غير شويه باش هذاك الخط ما يوليش باين. نفس الشيء بالنسبه للقطعه الثانيه، كما راكم تلاحظوا نوضعوا فتحه في الوسط ونملؤها بالشوكولا، ونفس الشيء بالنسبه للقطعه الثالثه. وكل ما تكثروا الشوكولا كل ما تجي باينه مليح داخل بريوش. انا فقط هنا وريت لكم الطريقه، ما عملتش بزاف شوكولا داخل القطع. ونفس الشيء غادي تضفروها هذوك من الفوق، تضغطوا عليهم باش تساعدكم الطفيره، من بعد تضفروها عادي، وما لازمش تزيروا بزاف هذيك الطفيره لان العجينه من بعد غادي تضاعف حجمها وهذوك الفراغات غادي يتملؤوا. لو كانت تزيروها من بعد ما غاديش تبان لكم مليح الطفيره. بعد في الجوانب غادي نهودوهم من الاسفل كما راكم تلاحظوا في الصوره، ومن بعد نوضعوها في القالب. وهنايا غادي نخلوهم في مكان دافي على سبيل المثال داخل الفرن، وشعلت هذيك لا لومب اللي كاينه في الفرن باش تكون هناك حراره ويتضاعف الحجم نتاعه. البريوش الكرواسون لي بون شوكولا هادو لازم تخلو لهم الوقت باش يتضاعف حجمهم، بعض الاحيان حتى زوج سوايع. هنا بعت مرور 2 ساعه عاد باش تضاعف حجمها على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره. وهنايا في هذا البول راني واضعه شويه نسكافيه، حللتها بشويه حليب، بعد زدت لها بيضه كامله خلطتهم مليح، وراني ندهن بهم المساحه العلويه. وفي نفس الوقت راني نسخن الفرن على درجه حراره عاليه في الاول 200 درجه مئويه، ما يعد 400 درجه فارنهايت. من نحكوا هذه درجه الحراره نهبطوها الى 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فارنهايت. من بعد ندخلوا البريوش داخل الفرن، يعني في وسط الفرن، وانا ما شعلتش عليها من الفوق لكن عندي المروحه. ومده الطهي استغرقت 25 دقيقه حتى تحمرت لي على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره. بعد هنا تخلوها حتى تبرد مليح وتنزعوها من القوالب. من نزعوا الخبز من هذا القوالب غادي تلاحظوا باللي يشبه كثيرا الخبز نتاع لي توست او الخبز المربع، يعني تقدروا تقطعوه الى شرائح كما غادي تشوفوا في الصوره، وتستعملوا تارتيناد بالمربى او الشوكولا نتاع الطلي. هنا فقط ملاحظه، الى حضرتوا هذا البريوش بكميه كبيره تقدروا تخلو حتى يبرد، بعد ما يبرد مباشرة تغلفوه في بلاستيك غذائي وتحتفظوا به في المجمد، يحافظ على القوام نتاعه وكأنه راه مصنوع نفس اليوم. وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.